بعد مقتل رئيسي أسئلة كثيرة تطرح، منها الانعكاسات الداخلية وكيفية استفادة الحرس الثوري من هذا المتغير وفق تقارير غربية، وأخرى تطرح تساؤلات حول هوية الرئيس المقبل وشكل عهده، فيما يبقى السؤال الأبرز متعلقا بخلف المرشد الحالي علي خامنئي. وقبل الإجابة على هذه الأسئلة نبدأ بالتطورات الخبرية، حيث احتشد إيرانيون في مدينة تبريز شمال غرب البلاد للمشاركة في تشييع رئيسي، وأظهر التلفزيون الإيراني آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور رئيسي والقتلى الآخرين الذين سقطوا معه، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وكان جثمان الرئيس الإيراني قد عاد إلى طهران مع جثمين مرافقيه، وجرت مراسم استقبال رسمية للجثمين تمهيدا لدفنها غدا. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد لاختيار خليفة لرئيسي في 28 من يونيو المقبل، وذلك خلال اجتماع جمع رئيس السلطة التنفيذية محمد مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي في مكتب الرئاسة في طهران. وأعلنت الحكومة الإيرانية فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في 30 من مايو الجاري. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بانتخاب آيات الله موحد كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في البلاد بأغلبية 55 صوتا. وقالت وكالة التسنيم للأنباء إن كرماني سيتولى رئاسة المجلس لمدة عامين وفقا للنظام الداخلي للمجلس. وجاء انتخاب كرماني في افتتاح جلسة لمجلس خبراء القيادة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر. بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تساؤلات كثيرة تطرح حول الشخصية التي ستقود البلاد والفترة الانتقالية في إيران. فبحسب التوقعات فإن تيار المحافظين أو عودة الإصلاحيين هما خياران مطروحان في إيران في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بعد 40 يوما، ولكن الأكثر ترجيحا هو بقاء التيار الحالي. من بين الأسماء المطروحة للرئاسة والتي يقف وراءها المعتدلون علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيرانية الأسبق، حيث يتوقع أن يحظى بموافقة الإصلاحيين كمرشح رئاسي محتمل كونه الخيار الأفضل بالنسبة لهم لقربه من رموز الحركة والأقوى في مواجهة أي مرشح متشدد محتمل. من الوجوه المطروحة أيضا الرئيس الأسبق محمود أحمد النجاد الذي يحاول تقديم نفسه كتيار ثالث لا إصلاحي ولا محافظ. وسبق لمجلس صيانة الدستور أن رفض ترشح نجاد في الدورة السابقة للانتخابات الرئاسية، إلا أنه بحسب التوقعات فإن حظوظه قد تكون قوية في حال وافق المجلس على ترشيحه هذه المرة، وذلك لأنه يتمتع بشعبية واسعة في الشارع الإيراني. أيضا هناك مرشح آخر محتمل لخلافة رئيسي وهو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إذ يتوقع يتجه من السلطة التشريعية لترشيح نفسه في السلطة
تنفيذية، لأن قاليباف مدعوم أو مدفوع بدعم غير مباشر من المرشد الإيراني والقوى المقربة منه. أما الاسم الأخير المطروح للرئاسة هو رئيس محمد مخبر، رغم أنه ليس من الشخصيات البارزة والمعروفة، كما أن مخبر لا يعتبر من الرموز المعروفة في إيران كالأسماء السابقة المطروحة، إذ يرى مراقبون أن حظوظه تبقى أقل من غيره من المرشحين المحتملين لخلافة رئيسه. مات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومع موته انتقل السؤال البديهي إلى الواجهة، إلى من ستصل دفة القيادة في إيران؟ ليس فيما يتعلق بالرئيس فحسب، بل بخليفة المرشد الأعلى نفسه. في الحقيقة لا يرجح أن تؤدي وفاة الرئيس الإيراني لأي تغييرات فورية أو جذرية في النظام الحاكم أو حتى في سياسات البلاد، فمنذ الإطاحة بحكم الشاه بقي النظام على حاله لعقود من الزمن. يأتي الرؤساء ويذهبون، بعضهم أكثر اعتدالا من غيرهم، لكن الجميع ظل يعمل في إطار هيكل النظام الحاكم، نظام يحكم بزمامه المرشد الأعلى علي خامنئي. فبالرغم من أن اختيار الرئيس يتم وفق انتخابات مباشرة، إلا أن المرشد الأعلى له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، ويعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة ويسيطر على الحرس الثوري. من الناحية النظرية يشرف رجال الدين على النظام، لكن عمليا يدير المرشد النظام الحاكم بعناية لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة والتأكد من عدم تحدي أي جهة لدوره القيادي. يخلف رئيس حاليا نائبه محمد مخبر لفترة مؤقتة، وفي غضون 50 يوما أو حتى 40 ستجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد. بطبيعة الحال فإن إدارة هذا الاقتراع ستدار بعناية لاختيار رئيس يحافظ على الوضع الراهن. هذا يعني أن إيران ستستمر في فرض درجة معينة من الحكم المتشدد وقمع المعارضة، تقول وكالة أسوشيتد بريس، كما ستستمر في تخصيب اليورانيوم ودعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والنظر إلى الغرب بريبة عميقة، كما يؤكد العارفون بخفايا السياسة الإيرانية. لكن ماذا يعني هذا بالنسبة للخلافة؟ في الحقيقة فإن أي تغيير كبير في إيران من المرجح أن يأتي بعد وفاة خامنئي، عندما يختار مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا مرشدا أعلى جديدا للمرة الثالثة منذ عام 1979، ويكون الاختيار الثاني. نفتح نقاشا في هذه المعطيات مع ضيفينا لهذا المساء من طهران، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، ومن بيروت علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. دكتور محمد، يعني الأسئلة الموجودة الآن أكيد معلومة بالنسبة لكم كما هي معلومة بالنسبة لنا، السؤال حول الرئاسة يبقى بأولوية ثانية، بالمرتبة الثانية من ناحية الأولويات، لأنه سؤال خلافة المرشد موجود بشكل كبير، على الرغم من أنه المرشد موجود وأنه الحديث حول الخلافة أصلا يأتي بعد يعني الوفاة. بس بنفس الوقت، هل كان رئيسي فعليا مرشحا لخلافة المرشد من الأسماء المطروحة، وهل فعلا شطب اسمه قبل 6 أشهر؟
تحية لك وإلى ضيفك وللمشاهدين. أهلا بكم. لحد الآن لا توجد هناك مصادر رسمية تتحدث عن قائمة المرشحين لمنصب ولاية الفقيه أو المرشد الإيراني الأعلى. كل ما نسمعه الآن هي تكهنات تدخل في حساب التكهنات. ربما المعلومات التي تحدث بها الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني هي كانت أفضل حديث، والذي أعطانا صورة حول آلية انتخاب المرشد الإيراني في حال خلو هذا المنصب من المرشد. وبالتالي هو قال بشكل واضح قبل وفاته بأن هناك قائمة فيها عدد من الأسماء التي تم انتخابها، لأن مجلس خبراء القيادة هو من صلاحيته تعيين المرشد في حال خلو المنصب. وبالتالي كما قال هاشم رفسنجاني، قال بأن شكلت لجنة، مجلس خبراء القيادة أصدر أمر بتشكيل لجنة، هذه اللجنة ثلاثية، واللجنة الثلاثية مهمتها أن تضع شخصيات مرشحة لأن تتولى منصب المرشد الأعلى في حال غيابه. وقال أيضا بأن هذه اللجنة وضعت هذه القائمة ووضعت أسماء، والمعلومات تقول بأن هذه اللجنة دائما تعيد النظر في هذه الأسماء بناء على علاقة هذه الأسماء المرشحة مع الحوزة الدينية، مع القائد، مع أوساط علمية، أوساط اجتماعية، سلوك هذه الشخصيات، طرق أدائها، طرق تفكيرها، تصوراتها، اعتقاداتها في كيفية معالجة الأوضاع الداخلية، العلاقات الخارجية. في هناك عملية مستمرة للتحقق من صلاحية هذه الأعضاء الموجودين في هذه القائمة. لكن من هم هذه القائمة؟ هل إن إبراهيم رئيسي جزء من هذه القائمة؟ هذا حقيقة غير معلوم. نحن بالضبط هذا غير معلوم. طيب، كل ما يوجد غير ذلك هي تدخل في إطار التكهنة. سيد علي، يعني بظل عدم الوضوح مثلا لهذه الأسماء، بظل عدم الوضوح أصلا يعني أي خلافات داخلية اليوم موجودة بإيران، يبقى السؤال هنا المطروح طرحته The Economist أيضا، هو ما إذا كان بالفعل هناك خلافات داخلية أدت إلى تصفية الرئيس، وبالتالي نتحدث هنا عن صراع معين موجود الآن داخل إيران. هل برأيك هذا موجود، هذا وارد؟ يعني بالمبدأ، أولا تحياتي لك لارا ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بالمبدأ الصراعات قائمة وموجودة، وقد تكون عنيفة أحيان أخرى، وهي ما تجعل البعض يذهب إلى طرح احتمالات التصفيات، وإن كان البعض يستبعد أيضا مثل هذا الأمر، حتى مع يعني مثلا موت رفسنجاني أثناء يعني قيامه برياضة السباحة، برزت أصوات لتقول وكأنه ربما جرى التصفيت. وقول ذلك منشأ برأيي حدة الصراعات الموجودة داخل المجتمع السياسي الإيراني بدرجة أساسية، وحتى ضمن الفريق ما يسمى الفريق المحافظ أو الأصول الذي يسيطر بأفرعه المختلفة اليوم على السلطة. كما أشرت في المقدمات العديدة التي أوردتها، في نهاية الأمر السلطة الأساسية هي متمركزة لدى المرشد قائد الثورة، وموقع رئاسة الجمهورية وكل المؤسسات الدستورية على أهميتها، لكن تبقى هي دون سلطة المرشد ودون القدرة على الاعتراض على المرشد، حتى على رغم أن مجلس الخبراء لديه هذه الصلاحية، ولكن ولا مرة استخدمت هذه الصلاحية، فضلا عن النظام الانتخابي في داخل إيران الذي يعطي اللجان صلاحية أن تحدد من يترشح ومن لا يترشح، وهذا أمر بحد ذاته يضبط إيقاع الحركة الديمقراطية إذا صح التعبير، ويطرح تساؤلات حول طبيعة النظام في إيران الذي بتقديري هو في نهاية الأمر مركزية السلطة واضحة تماما، فيه وجود المؤسسات المتعددة موجودة. الخلاف يطرح أيضا اليوم، وهذه القول أنه تم تصفيته أو تم تم إسقاط الطائرة نتيجة عمل مدبر، هذا أيضا بسبب
السؤال الأساسي الذي طرحتيه أيضا المتعلق بأن السؤال المحوري هو ماذا بعد المرشد، ماذا بعد خامنئي، خاصة أنه في ظل غياب الشخصيات التي لها إذا صح التعبير الشرعية الثورية. يعني خامنئي ربما يكون آخر، هناك أشخاص آخرون لكن في أعمار متقدمة ربما يكون آخر الذين كانوا مع الإمام الخميني، وبمعنى أن المفترض في المرحلة المقبلة أن يأتي الجيل الثاني، الجيل الثاني الذي ربما يتساوى كثيرون فيه، وبالتالي وأيضا ليس هناك من شخصية بارزة يمكن أن تملأ فراغ خامنئي، بمعنى أنه لا نرى نحن اليوم في المشهد الإيراني اليوم شخصية بمستوى المرشد علي خامنئي الذي لا يزال بطبيعة الحال يقود إيران منذ نحو 36 سنة، وهذا وفر له موقعية ودور وتأثير ولا حتى كبيرين نجله. بمعنى أن بالتأكيد حتى نجله أنا أستبعد، يعني أذكى، هو أذكى برأيي المرشد من أن يأتي بنجله، لأنه ببساطة هذا سيقيم الدنيا ويقعدها على صح. نجله باعتبار كما حصل مع تعيدنا إلى نظام الشاه مثلا إلى نظام الملك إلى نظام الشاه، وبالتالي أيضا نجل خامنئي ليس من الأشخاص المتعارف عليهم بأنهم من الوجوه الفقهية مثلا طيب. أو الوجوه التي لها يعني تمايز عن من هذه الناحية عن، بالتالي هي الإشكالية الأساسية أن الجيل الثاني يتقدم، وهذا الجيل فيه تعدد وجوه وتعدد بما يطرح يعني إمكانية أن يكون هناك صراعات جدية وحقيقية في داخله في محاولة للإمساك بالمرحلة المقبلة أو مقاليد المرحلة المقبلة. هذا يطرح أيضا أسئلة حول طبيعة النظام وما إذا كانت ستتغير أيضا. دكتور محمد، الصراعات الداخلية الموجودة، الجيل الثاني الذي يتحدث عنه أستاذ علي، إلى أي مدى نحن اليوم بصراعات سياسية فعليا على الأرض، حتى عندما نتحدث عن معركة الرئاسة الآن وليس فقط عن خلافة المرشد، وإلى أي مدى ستحتم هذه الخلافات أو إمكانية حدوث معارك معينة عودة إدخال تيارات أخرى كانت موجودة بالمشهد قبل 2021 عندما نتحدث عن المعتدلين الإصلاحيين وسواهم؟ أنا أعتقد بأن هذا صحيح جدا، هو وجود منافسة كبيرة في داخل المشهد السياسي الإيراني الحزبي، وبالتالي هناك هذين التيارين الآن، التيار الأصولي والتيار الإصلاحي. في داخل التيار الأصولي هناك أحزاب وجماعات وتيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كذلك موجود في التيار الإصلاحي هذا المشهد وهذه الخارطة السياسية الحزبية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبينهم المعتدلين موجودين في كلا التيارين. أنا أعتقد بأن هذه الخبرة أو هذه سنوات الخبرة 40 سنة هي كفيلة لأن تولد جيل جديد، نظرات جديدة في داخل التيارات. يعني مثلا على سبيل المثال علي لاريجاني هو أصولي، لكنه عندما دخل الحياة السياسية كان وزيرا، كان رئيس لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أمين المجلس الأمن القومي الإيراني ورئيس البرلمان. هو يعني هذه الخبرة أعطته جزء من الواقعية السياسية والاعتدال. الآن هو يسمى معتدل لكنه أصولي وليس إصلاحي، على الرغم من أن الإصلاحيين يودون علي لاريجاني ويميلون إلى تصوراته وأفكاره، لكنه في حقيقة الأمر هو في بداية سنين شبابه وكان عضو في الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الخبرة السياسية هي التي تولد تصورات جديدة عند كلا التيارين. حتى في التيار الإصلاحي هناك متشددين في أقصى اليسار، لكن هناك أيضا معتدلين. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه المنافسة المكثفة الموجودة في الداخل الإيراني لحد الآن لم نلمس مؤشرات على أنها ترتقي إلى حد الاغتيالات السياسية. ربما يعني الجهات الأمنية ترتقي أن تعمل بهذا الاتجاه، لكني أعتقد بأن المشهد السياسي العام
لا يرتقي إلى مستوى تكون فيه أو يؤمن هذا المشهد بتصفيات سياسية تكون طيب. مثلا لا تصفيات دكتور محمد، ولكن هل يدخل، هل يغير بالمنهجية السياسية الموجودة الآن، خاصة ناحية عندما نتحدث عن نسب متدنية للانتخابات؟ الرئيس رئيسي أصلا أتى بأقل نسبة بتاريخ إيران منذ الثورة، نسبة مشاركة، ونتحدث عن 8% الآن بطهران بالجولة الثانية من الانتخابات. هل هذا يحتم تغيير الاستراتيجية، إدخال الأطراف الأخرى، عودة المشهد السابق، أو ما وصفه الأستاذ علي بضبط إيقاع المشهد الديمقراطي؟ أنا أعتقد بأنه بهذا السؤال هناك جهتين معنيتين بهذا الأمر. نعم. الجهة الأولى المعنية بهذا الأمر هو التيار الإصلاحي، لأن التيار الإصلاحي لم يدخل بقوة وبجدية في الانتخابات البرلمانية التي حدثت قبل في مارس الماضي. الجهة الأخرى المعنية بهذا الأمر هو مجلس صيانة الدستور الذي ينظر بصلاحية المرشحين للرئاسة الإيرانية، وبالتالي إذا ما تغير المشهد واعتقد الإصلاحيون بأنهم يريدون أو ضرورة دخولهم في السباق الرئاسي، نعم، هذا جزء مهم. وهل إن مجلس صيانة الدستور سوف يعيد سلوكه في التحقق من صلاحية المرشحين؟ هذين العاملين أعتقد بأنهما مهمين في الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في 28 من يوليو حزيران القادم. أنا يعني سأذهب إلى أستاذ علي، ولكن يعني أبقى بسؤال مع دكتور محمد، لأنه إحنا في عنا مشكلة بالصوت مع أستاذ علي. يعني اليوم في أسئلة تطرح دكتور على نقطة ما إذا يمكن بظل هذا المشهد أن يتحول النظام، وليس فقط أن نتحدث عن تغييرات معينة. وهنا عندما نتحدث عن تحول، هناك حديث عن تحول إلى نظام عسكري بالكامل. هذا يعني مطروح بالقراءات الإيرانية الداخلية. أنا أستبعد هذا المعنى. يعني هناك ثوابت في داخل إيران، يعني هناك قضية الجمهورية، هناك دفاع كبير ومستميت من قبل شرائح وأوساط كبيرة في المجتمع الإيراني حول الجمهورية، بمعنى أن تكون ديمقراطية، أن تكون هناك آليات الاقتراع والانتخابات وما يدخل في هذا الإطار من الجمهورية. وهناك أيضا جدل كبير حول الإسلامية أيضا، لأن البعض يريدها هذه الجمهورية أن تكون علمانية، أن تكون ديمقراطية، لكن هناك جدل أيضا حول الإسلامية، وهناك تمسك بالإسلامية، وبالتالي هناك تمسك بالجمهورية وهناك تمسك بالإسلامية. عملية سيطرة العسكريين على نظام الحكم، ويعني يكون العسكريين هم أهل الحل والعقد في هذا النظام، أنا أعتقد بأن هناك مخالفة كبيرة لدخول العسكر سواء كان الحرس الثوري أو الجيش في الحياة السياسية الإيرانية، لأن هناك منع دستوري، هناك منع من ضمن توصيات الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية. ولا أعتقد بأن المشهد الإيراني مستعد لقبول سيطرة العسكر على مقاليد الأمور. هذا حد أقل أنا أقول من خلال المشاهدات والمؤشرات الموجودة حاليا في الخارطة السياسية الإيرانية أو في الحياة السياسية الإيرانية. بس دكتور محمد، من الذي يمكن ألا يقبل الآن بهذه المرحلة هذا الموضوع؟ من يقبل ومن لا يقبل أصلا؟ يعني المشاركة بالنسبة للشعب هي مشاركة قليلة بالتصويت، هناك أصلا مظاهرات رأيناها بالفترات السابقة واعتراض من الشعب على النظام الموجود حاليا وهيكلية النظام الحالية، وبالتالي ما المانع بتغير النظام بهذه الحالة إذا لا الشعب متمسك فيه؟ وهناك أسئلة حول تمسك العسكر أو الحرس الثوري أو هذه المؤسسة كذلك بهذا الشكل. هذا ربما يكون صحيحا من الناحية النظرية، لكني أعتقد من الناحية الواقعية السياسية، أنا لا أعتقد بأن الوسط الإيراني حتى وإن ساكتا، يعني حتى مثلا الانتخابات الأخيرة بالدورة الثانية كانت نسبة المشاركة الشعبية متدنية جدا، صح. هذا صحيح، لكن هل معنى ذلك بأن
عدم توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع، هل هو يعني بأن هذا السكوت هو علامة رضا؟ هذا مهم جدا. وبالتالي أنا أعتقد نعم، وبالتالي أنا أعتقد بأن لا زال هناك حساب كبير للوسط الشعبي الإيراني، الوسط السياسي، حتى وإن كان غير فاعل. يعني هناك الكثير من الشخصيات الإيرانية الآن غير فاعلة، لكنها مؤثرة. في وقت من الأوقات يمكن أن تكون هذه الشخصيات ذات تأثير كبير في المشهد، وأنا أعتقد بأن المجتمع الإيراني أو ثقافة المجتمع الإيراني لا تقبل مثل هذا الأمر. أستاذ علي، بتنا قادرين أن نعود لحضرتك. يعني نحن الآن نناقش نقطة كذلك مستقبل النظام بشكله الحالي والتغيرات التي يمكن أن يمر بها. هناك رأي يذهب إلى النهاية ويقول أنه قد يتغير النظام كليا إلى نظام عسكري، وهناك رأي يقول أنه لا يمكن الاستمرار بالشكل السياسي الموجود بدون عودة إشراك الإصلاحيين المعتدلين وكل الأطياف الأخرى لخلق مشهد ديمقراطي معين أرادت إيران أن تعمل عليه بفترات سابقة قبل 2021. أي من السيناريوهين مطروح؟ يعني أعتقد أن جوهر المشكلة هو هنا، وهو باعتقادي أن إيران التي حققت بنفس الوقت تمددا في الإقليم في الخارج ونفوذا كبيرا ومهما على المستوى الإقليمي، إلا أن إيران بطبيعة الحال فشلت إلى حد كبير بإنجاز التنمية الداخلية، وكل هذه المفاوضات التي تجري على المستوى، كل هذه الاحتجاجات التي جرت في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة كانت تعكس أن النظام بدأ يفقد حاضنة شعبية بما كانت عليه في السابق، وتراجعت هذه الحاضنة الشعبية بشكل كبير، وليس فقط من أمام يعني الآن هو محاولة إعادة إنتاج هذه الحاضنة من خلال الحديث عن الإصلاحيين. أنا برأيي حتى الإصلاحيين واستنادا إلى معطيات فقدوا الكثير من حضورهم باعتبارهم ينظر إليهم جزء كبير من الشعب الإيراني على أنهم جزء من المحافظين، أن الإصلاحيين هم جزء من المحافظين وليسوا مختلفين عنهم كثيرا. وبالتالي الأزمة الحقيقية، وبغياب يعني بعد عمر طويل الخامنئي، برأيي ستبرز الأزمة بشكل واضح. هل يستطيع النظام أن يستمر بالشكل الذي كان عليه في السابق؟ هل يذهب إلى العنوان العسكري بمعنى أن يكون هناك سلطة الحرس الثوري؟ وبتقديري في هذه المرحلة بالتأكيد هناك جهد أساسي للحرس الثوري لترسيخ سلطته أكثر فأكثر في المرحلة المستقبلية. لذلك بتقديري إذا لم يحدث هناك تغييرات، وربما هناك دينامية داخل النظام الإيراني قادرة على أن تحدث هذه التغييرات أو تطوير النظام أو الذهاب أكثر نحو استيعاب فئات واسعة من الشعب الإيراني باتت خارج النظام وخارج مصالح النظام، نعم ممكن لهذا النظام. ولكن إذا لم يذهب في القيام بإصلاحات حقيقية على المستوى الداخلي، فإننا ذاهبون في مدى سنوات ربما إلى انفجار. بالتالي برأيي جوهر الصراع القائم اليوم يقوم على هذه النقطة، بين فريق يريد تحت عنوان أن يحرس الثورة ومبادئ الثورة وله رؤيته ونظرته إلى هذه المسألة، وبين فريق آخر يريد أن يذهب أكثر إلى الانفتاح على المستوى الداخلي وأيضا الانفتاح على المستوى الخارجي. وحتى في مشهد سقوط الطائرة كان يعني ظاهر وبارز أيضا هذا الصراع بين فريق يريد أن تبقى إيران حاملة يعني حامية لأذرعها في المنطقة، تتحرك في الإقليم، تركز على هذا البعد الإيديولوجي بشكل أساسي، وبين فريق كان يحاول أن يذهب أكثر للانفتاح. وهناك معلومات أيضا بأن الاجتماع الذي حصل أخيرا في سلطنة عمان كان مؤشر خطير ربما لبعض الفرقاء الداخليين بين الأمريكيين والإيرانيين، ولأول مرة يعلن عن اجتماع ومفاوضات مباشرة. لم يسبق أن يعني صمتت إيران على كلام عن هناك مفاوضات مباشرة، وتناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية بأنه هذا الاجتماع كان مباشرا، وهناك حديث حتى عن تواصل سعودي أمريكي إيراني بمكان ما رئيسي له دور فيه في هذا الأمر.
يجري البعض يحاول أن يقول أن هناك أيضا تيارات داخل إيران لا تريد لهذا المسار أن يتقدم ويتمدد أكثر، ولا بد من ضبطه لأنه سيؤثر على طبيعة النظام وعلى ما يسمونه يعني مبادئ الثورة وأهداف الثورة وحرس الثورة بالمعنى المعنوي، ولا أقصد المعنى التنظيمي. نحن للأسف الشديد انتهى وقت هذا الحوار، ولكن أشكركما ضيفي الكريمين جزيل الشكر، من بيروت علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان. شكرا لك.